هلو. اهلا ميمي. حياتي انتي جايه بدري عن ميعادك ربع ساعه، وانا راجل عندي ضمير، وربع ساعه دي مش ملكنا. امال ملك مين؟ ملك الشغل عن اذنك. نظرة هناك لما تخلص. إن موكلي يا حضرات القضاة رجل مجرم. والشاهد الوحيد الذي رأى الجريمة كان على بعد 3 كيلومترات، وكانت الساعة 8 بالليل. وكما أثبت لحضراتكم في الجلسة اللي فاتت أن الشاهد الوحيد لم يستطع أن يتعرف على كوز بطاطا من على بعد 3 أمتار مع وجود إضاءة كافية في هذه المحكمة الموقرة، ولذلك أرى شوي. موضوع ايه؟ انا جاني عريس. هو انا كل واحدة اعرفها يجي لها عريس بعد 2 أسبوع. على فكرة انا يظهر وشي حلو عليكو قوي. مفيش داعي للتريقة، خد الدنيا جد ولو 5 دقايق. انا شايفاك ساكت، لا حاولت تخطبني ولا فتحتني في الجواز. حبيبتي ما اقدرش افتح بيت بال200 جنيه اللي باخدهم من المكتب ده، انا يدوب عايش بيهم. في ناس عايشين ب20 جنيه في الشهر. 20 جنيه في الشهر؟ قولي ميتين ب20 جنيه في الشهر. انا بدفع 80 جنيه بس ايجار سكن شقة مفروشة، 70 جنيه تاكسيات، و40 جنيه شاي قهوة كزوزة قرفة جنزبيل فراولة شاي وسجاير، يبقى فاضل لي يدوبك 10 جنيه يدوبك الاكل والبيبس والبتاع ده اللبس. يعني مش ناوي تتجوزني في الظروف دي؟ لا انا عارفة كده من الاول، عشان كده انا وافقت عليه. ليه توافقي عليه بس ليه؟ ولا العريس ده مريش؟ ابدا، ده موظف عادي وبياخد 50 جنيه في الشهر، بس ربنا مبارك له فيهم مش زيك. وبيشتغل ايه بسلامته؟ موظف في الجمارك. جمارك؟ يا حلاوتك يا جمارك انت. وعنده عمارتين وهيكتبهم باسمي، وعنده عربية، وعنده رصيد في البنك. الف مبروك يا حبيبتي، بس اول ما يتقفش ما تنسيش تتصلي بيا فورا عشان ادافع لك عنه ووديه في داهيه. بصلي كويس قولي في ايه. في ايه؟ بصلي انا، بصلي كده، بصلي كده قولي ايه اللي مش مظبوط. ايه اللي مش مظبوط؟ يوه بصلي بس كويس. ليك انت يعني بتبص فين؟ بصلي انا كده، انا في حاجه غلط؟ ما انا قلت لك قبل كده يا بيه، العيب الوحيد اللي فيك انك بتسهر وتشرب وتضيع فلوسك على الفاضي. طب روح هات لي مرايه، مرايه كبيره كبيره قوي. كبيرة أوي.
كبيرة. مش معايا مراية قد كده يا حضرات. أنا معايا مراية. شوف يا مدام سامية، طبيعي إن واحدة في وضعك تتعرض للمتاعب دي كلها، لكن تأكدي إني هحافظ على كل حقوقك وهجيب لك كل أموالك. أول مرة أكتشف إن الناس وحوش. مش كفاية أنا اتحرمت من الإنسان الوحيد اللي كان كل شيء في حياتي. ما كفاية بقى، أنت لازم تقلبي الماضي. وحضرتك كنت تعرف المرحوم؟ ما حصليش الشرف، إنما قطعا كان إنسان عظيم، بدليل إنه كان متجوز إنسانة عظيمة زي الهانم. متشكر. أفندم، الأستاذ حسين ومعاه ملف المرحوم حسني بدوي. طبعا سيادتك مش عاوز توصيه. اطمني يا بنتي. ويا ريت حضرتك تباشر القضايا كلها بنفسك. أنا اخترت لكم أحسن واحد في المكتب عندي. ما خسرش قضية من 10 سنين. حقيقي عبقري. الأستاذ عاوز سيادتك وملف المرحوم حسني بدوي. في ايه بس؟ ملف المرحوم حسني بدوي. رجع المراية. ملف المرحوم حسني بدوي. ايه يا ابني ده؟ انا اسف. المرايه يا مدام، شكرينه. هات المرايه، خدي دي. الملف اهو. جرى ايه يا حسين؟ الظاهر انا السبب. فعلا يا مدام، يا فندم الهانم في الاسانسير فضلت تبص لي بطريقه غريبه جدا وهي مندهشه لدرجه استغربت فيا ايه، فبعدت اجيب مرايه ابص فيها اشوف الغلط فيا فين. صح، وعرفت الغلط فين؟ بصراحه لا، مفيش غلط ولا حاجه، انت الخالق الناطق شبه واحد افتكرتك هو. حصل خير. انت طبعا ماسك قضايا المرحوم حسني بدل. ايوه. مدام ساميه حرم المرحوم. باين في حياتك يا فندم. بخصوص القضايا يا هانم، هو في قضيه محجوزه بكره، قضيه الكمبيالات، وانا عندي امل 90% اننا نكسبها. كان نفسي تقول 100%. مدام ساميه، مفيش حاجه في حياتنا مضمونه 100%. عندك حق. احنا متشكرين قوي يا فندم. يلا بينا يا سامي عشان نلحق ال. اطمني يا هانم، ما يكونش عندك فكر. متشكر قوي. ايه حكاية الست دي بالظبط يا فندم؟ مسكينة، كانت متجوزة شاب ولا كل الشبان، عمل ثروة 2 مليون جنيه في 5 سنين، كان يمسك التراب يبقى دهب. هو المرحوم كان بيتاجر في التراب يا فندم؟ التراب والرمل والطوب والزلط والعربيات والاستيراد والتصدير، واخيرا مات في شربة مية. ازاي يا فندم؟ وهما بيتعشوا سوا، شرب مية فشرق ومات ومالوش وريث الا هي. مسكينة، أرملة جميلة زي دي عندها 2 مليون جنيه، البلد مليانة ديابة يا فندم، أكيد دي محتاجة لحد يحميها. فعلا، بس أرجو ما يكونش أنت. قصدك إيه يا فندم؟ أنت فاهم قصدي كويس، وأرجوك ما تجربش عبقريتك معاها. والله يا فندم أنت فاهمني غلط، أنا كل اللي يهمني إني أقف جنبيها وأحميها. هو معقول الإنسان يشوف إنسانة تعيسة وحزينة ويا عيني عندها 2 مليون جنيه ولا يحاولش يبعد عنها أحزانها؟ طيب ابعد عني بقى. أي خدمة يا فندم؟ خد الدوسيه ده وشوف شغلك. هشوف شغلي. تصوري صورته، كلامه، رقته، هو
مش كده يا سامي يا امار؟ الخالق الناطق هو. ليه ما سبتنيش اقعد معاه؟ كان عندي كلام كتير عايز اقوله. لو كنت سبتك دقيقه واحده كنت رميتي نفسك في حضنه، عشان كده نهيت القعده. وتفضلي بقى. مليون جنيه. عبدو، عبدو، لو معاك 2 مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ 2 مليون جنيه؟ الواحد يعمل بيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ اول حاجة اجيب كيلو كباب. كيلو كباب؟ ادي مليون. طب والباقي؟ وبطل شرب مية واشرب 7 اب على طول. يا راين. طب روح هات لي علبة سجاير كبيرة على الحساب. 2 مليون جنيه. فين دلوقتي؟ ابدا هروح. على فكره انت حالتك دي مش عجباني، ما تيجي تقعدي عندي الليله دي. انا اصلي حاسه اني تعبانه، هروح اخد مناوم وانام على طول. طب تصبحي على خير. انت من اهلي. ارجع على مكتب المحامي تاني يا استاذ ابراهيم. حاضر يا استاذ. استنى هنا شوية يا استاذ ابراهيم. حاضر يا ستيانة. اطلع على البيت يا استاذ ابراهيم. اجل فاتك ساعتين. مش خارجه، خد اجازه. شكرا يا ستان. سعيدة يا بدر. حضر لك السفرة يا ست هاني. ماليش نفس.
بص عليكي يا سامية، هانت عليكي عشرتنا، لحقت تلبسي عليا ملون؟ أنا أسفة يا حبيبي. أنت تعلمين أنني أحبك أنت وليس هي، ولا بد من وضع حد لهذا الوضع المؤلم. سألتقي بها الليلة خارج المنزل، وسأشرح لها الموضوع كله بكل صراحة، وأطلقها وأدفع لها التعويض المناسب، ثم نتزوج يا حياتي. غلطتك يا حسن، غلطتك يا حبيبي، كان لازم تقول إن شاء الله. وإن شاء الله العريس ده مريش. بالعكس، مرتبه 45 جنيه، لكن ربنا مبارك فيهم مش زيك. وبيشتغل ايه؟ مدير مخازن وعنده 3 عمارات، وهيكتب منهم واحدة باسمي. والاتنين اللي فاضلين؟ واحدة باسم مراته الأولانية وواحدة باسم مراته التانية. ألف مبروك يا حبيبتي. بس أول ما يتقفش اتصلي بيا فورا عشان أترافع عنه ووديكم انتوا الاتنين في داهية. أستاذ حسين، أستاذ حسين. سامي هانم؟ متأسفة، ما قدرتش أستنى لحد ما يجيلك دليل في المكتب. جيت أطمن، حصل إيه في القضية؟ كل خير، بس دي مسألة يطول شرحها. طب ما تتفضل نتغدى في أي حتة، نعرف إيه اللي حصل. تحت أمرك. اتفضل. اتفضل. الو، دي خرجت يا ست هاني، خرجت الساعه 9 الصبح. لا ما قالتش رايحه فين كده. طب متشكره. الراجل مقدم كمبيالات ب 95,000 جنيه، وكلها وجبه السداد. وهعمل ايه؟ هدفعهم؟ تدفعيهم؟ امال احنا بنلعب؟ انا طعنت فيهم بالتزوير وطلبت تحويلهم للطب الشرعي. الطب الشرعي هيقول ان الكمبيالات سليمه. فعلا، بس امتى؟ الطب الشرعي قدامه 97,000 قضيه، قضيتنا نمره 97,000. افرضي ان الطب الشرعي بيشوف 10 قضايا في اليوم، يبقى نقسم 97,000 على 10، والسنة 365 يوم وربع، ده غير الجمعة والعطلات الرسمية، يبقى هيبعت لنا تقريره كمان 23 سنة. أكون أنا اتفاهمت مع الراجل، اديته 200 جنيه ولا حاجة وسحبت منه الكمبيالات. تفتكر هيوافق؟ لازم يوافق. في حد يرفض 200 جنيه في مقابل شوية ورق؟ دي بلغة السوق تعتبر ديون معدومة. والقضية اللي رفعها الجمارك؟ حقيقي الشيء اللي مخوفني القضية بتاعت الجمارك، دول بيطلبوا مني 160,000 جنيه. يطلبوا؟ ان شاء الله يطلبوا 1,000,000 جنيه. وهيتحكم لهم؟ فعلا طبعا، هيتحكم لهم بسبعة جنيه وربع بس. ازاي؟ ده سر المهنة بقى يا استهان. اي قضية
فيها اطنبلات وجمارك يبقى لازم اكسبها. في الف قانون وقرار وزاري وقرار اداري، ده اللي بيسهل الشغل. في قضايا افظع من دي خلصتها بورقه صغيره قوي قد كده اهو. الورقه دي 10 جنيه. ده انت هايل. امال انت مش غني ليه؟ لاني معرفش افكر لنفسي، انا دايما بفكر للاخرين بس. للاسف كمان معرفش اسعد نفسي، لكن دايما بنجح في اسعاد الاخرين. اشوف الناس حواليا بتضحك ومبسوطه وانا واقف لايس وحطنقط. اتفضل يا فندم. استاذ حسين، تسمح لي انا ادفع الحساب؟ تفتكري ده شيء يسعدك لو انت اللي دفعت الحساب؟ طبعا. شفت ازاي انا دايما بفكر في اسعاد الاخرين. طب معلش بقى، اسمحي لي انا اعكنن عليك المره دي وادفع انا. هات الباقي علشاني. شكر. لحد دلوقتي انا نفسي اعرف انا وافقت على دعوتك للغدا ازاي. في حاجات بتحصل كده لانها بتحصل كده، مفيش داعي نقعد نفكر فيه. استاذ حسين. في ايه؟ انا اسفه تعبت فجاه، ممكن توصلني البيت لو سمحت؟ حاضر. انت تعبانه قوي، ممكن تساندي علي؟ ساعة الا ربع رحت زرت طنط عطيات. وعاملة ايه؟ كويس؟ ما تعرفيش اخبار القضية ايه؟ وانا هعرف منين؟ بالليل نروح نسأل المحامي. سامية، انت كنتي مع حسين؟ حسين مين؟ المحامي. انت ما خرجتيش من ساعة الا ربع، انا بقالي هنا 3 ساعات. كوثر، انت مش هتبطلي الوصاية اللي عليا ديت؟ انا مش صغيرة، انا عارفة مصلحة نفسي. فعلا انا خرجت الصبح بدري وما كنتش عند طنط عطيات وما كنتش في حته، انا كنت بتمشى. انا مش عامله عليكي وصايا يا سامية، انا بحميكي، بحميكي من نفسك، وطول عمري كنت بحميكي حتى وانت متجوزه. الفندي ده بيشتغل عليكي وهيسرق فلوسك وانت بتسهلي له المهمه دي، لانه للاسف الشديد شبه المرحوم، نسخه منه، وهتحبيه ومش هتقدري تستغني عنه. كوثر، انا ما كنتش عند حسين، وكل اللي بتفكري فيه ده مش هيحصل. فعلا مش هيحصل، لان مش هسمح له هو او غيره انه يسرقك او يخدعك. بلاش الاوهام اللي في مخك دي. الو مدام ساميه، انا حسين. ازيك دلوقتي؟ مش احسن؟ اصل خفت اللي حصل لك ده يكون بسبب الغدا. عموما لو حسيتي باي مغص اي حاجه. الو الو، لحظه واحده من فضلك. تليفون عشانك يا مدام ساميه، من الاستاذ حسين. الو. ايوه استاذ حسين. لا لا لا، انا دلوقتي كويسه. دي كوثر صاحبتي اللي كانت بتكلمك. انا مش فاضيه بكره ولا بعده، مش فاضيه لمده شهر، مسافره اسكندريه. مع السلامه. اول مره يا ساميه، اول مره في حياتك تكذبي عليا. ده ما فاتش 6 شهور، المرحوم ما كانش يستحق منك كده ابدا. انت لسه لابسه اسود. طب وحتى صوره ليه؟ ما تشيليهم عشان ما يشوفش تصرفاتك المخجله. ارجوك يا كوثر افهميني. انا فهماكي، فهماكي كويس قوي. كوثر، كوثر. Thank you.
حسني. انت فاهمني طبعا، انا ما خنتكش، انا كنت قاعده معاك انت، كنت بتغدى معاك انت، انا ما كنتش شايفه حسين المحامي، انا كنت شايفاك انت، سامعاك انت كده برضو يا حسني. قعدت اتحايل عليك عشان تطلقها، كان لازم يعني تعمل لها جو جميل عشان تفتحها في الموضوع، كان لازم يعني تعزمها على العشاء في اليوم المشؤوم ده، هو كل فلوسك هياخدها واد حلنجي، وانا عايشة بشحت بشحت منها. الو كوثر، كوثر 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 كوثر. تقاليد يا ابنتي أن تموتي مع زوجك. ولكنني لا أريد أن أموت يا أبتاه، أكره الموت وأحب الحياة. وكنت تحبين زوجك؟ وما زلت أحبه. لم يقتل بقصد السرقة، ولكنه قتل لمجرد القتل، فلنسأله لماذا قتلت؟ وعلى حين أن يفكر في الإجابة أطالب بإعدامه. نحرم. وصل الأستاذ قول له أنا في البيت. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قول لي يا أستاذ، إيه أخبار 2 مليون جنيه؟ أنت فايق أوي. 2 مليون جنيه؟ يا سلام، ده الواحد كان يشتري صندوقين شاي الشيخ الشريب ويسقي زباين المكتب كلهم على حسابه. أستاذ حسين، أستاذ حسين. سامية هانم، أنا آسف إذا كنت رديت عليك في التليفون بطريقة جافة شوي. أنا اللي آسف إذا كنت ضايقتك في حاجة. بالعكس، أنت إنسان لطيف فعلا. تحب أوصلك فين؟ هروح. من غير ما تتعشى؟ أنا بفكر أرد دعوتك للغدا. بسرعة كده؟ ما أحبش أنام وأنا مديونة لحد. بس أنا بتعشى عشا خفيف. زي ايه؟ فلسوتي، محشي ورق عنب، سلطه الطحينه، برنجان مخلل. بس كده؟ طيب يا سيدي، امرنا لله، اتفضل. اوكي. يظهر حضرتك كنت بتحب المرحوم قوي. هو كان شريف وأخلاقه عالية،
وفوق كل ده كان بيحبني. يا ترى كان شكله ايه المرحوم؟ كان ما اقدرش اوصفه لك. كان وسيم ولو شنب وسكسوكة. لو ايه يا فنان؟ سكسوكة يعني دقن. لحية. بس يا خسارة الحلم ما بيكملش. ما قدرتش اتمتع بحياتي معاه. شغله كان واخد كل وقته. كان بيقعد يومين في مصر والباقي في اسكندرية. سامي هانم اسمحيلي اعترف لك بسر، بس ارجوك تصدقيني، اول ما كلمني الاستاذ عبد الرازق عنك اول شيء لفت نظري فلوسك. مش عارف اقولك ايه، بس هو ده اللي حصل. ده شيء طبيعي، لو قلت غير كده ما كنتش هصدقك. لكن الشيء الوحيد اللي بفكر فيه دلوقتي هو انتي، انت شخصيا. يعني ايه؟ مش عارف، مش قادر اعبرلك. في بلاوي الدنيا حتى الإنسان الوحيد اللي كان مالي عليا حياتي سابني. الاستسلام للحزن والتعاسة ده شيء ضد الحياة. عظمة الإنسان إنه يقاوم أي حاجة، يقاوم الحزن، يقاوم التعاسة. عظمته إنه يرتفع فوق أي كارثة في الدنيا مهما كانت ويحس باللي حواليه. أنا بقيت مقطوعة من شجرة، أخواتي كلهم بعدوا عني، ما بشوفهمش الا نادر. لولا كوثر كان زمان انتحرت. وواضح ان كوثر دي بتحبك قوي. بتخاف عليا من الهوى، اتضايقت لما عرفت اني اتغديت معاك النهارده وخصمتني. امال لو عرفت انك اتعشيتي معايا هتقتلك طبعا. تقتلني؟ امال هتعمل ايه لو تعرف ان احنا هنفطر ونتغدى ونتعشى مع بعض للابد؟
استاذ حسين انا اتاخرت قوي. يلا بينا. انا اسف انا ضايقتك. انت بتحطم الاسوار اللي بيني وبينك بسرعه البرق. سامي هانم انا بكره ما عنديش جلسات، ممكن نتقابل الصبح؟ مفيش داعي، انا هسافر اسكندريه وفي الغالب مش هنتقابل تاني. سامي هانم انا ما احبش اودع حد بالليل، ممكن نتقابل الصبح ونسلم على بعض ونودع بعض. اوعدك مش هنشوف بعض بعد كده. واضح ان مفيش قضيه بتخسرها. انا ما ادخلش قضيه لازم كنت ضامن اني اكسب، حتى لو خسرتها بستأنف. صباح على خير. وانت من اهل. باي باي. من فضلك شقة ثلاثة الدور الثاني. أنا عاوزة الأستاذ. أيوة يا ست، شقة ثلاثة الدور الثاني، بقيت الشقة كلها عائلات. ده إيه البلاوي دي؟ يا رب توب علينا من دي شغلة. اهلا وسهلا يا مدام، اي خدمة؟ مفيش، اتفضلي. اتفضل. ده مؤاخذة الكركبة اللي في الشقة، الشقة دي اصلي واخدها من 5 سنين وانت اول واحدة ست تدخلها. حضرتك عارفة عشت العزوبية. استاذ حسين انا مش عايزة اضيع وقتك، ممكن تبعد عن سامية؟ مش فاهم، تقصد تقول انها هتروح لمحامي تاني؟ انت فاهم قصدي كويس. سامي عاطفية جدا وبتمر بمرحلة صعبة، ومن السهل على اي حد انه يؤثر عليها، وخصوصا اذا كان من نوع حضرتك. مدام كوثر، العلاقة اللي بيني وبين سامية علاقة عمل. وعلاقة العمل تسمح لك انك تتغدى معاها النهاردة وانكوا تسهروا سوا وتوصلك البيت الساعة 1 بعد نص الليل؟ ما عندكش حاجة تتشرب؟ في واحد بتاع عصير قصب جنبي هايل، انزل اجيب لك شوب خد الجميل. انت راجل مش سهل، وده اللي مخوفني منك على سامية. مدام كوثر، اذا كنت بتحب صاحبتك سامية وبتعزيها ساعديها، ساعديها لانها تتغلب على احزانها وتعيش حياتها وتتجوزك وتاخد فلوسها، مش كده؟ انا هفترض اني ما سمعتش الجملة الاخرانية دي لانك في بيتي. تصبح على خير يا مدام. تعال هنا. نعم. طبعا انت متصور انك فيتك قوي وانك استوليت على قلبها، لكن نقبك هيطلع على شونه يا استاذ بعد ما تكتشف الحقيقه المذهله. حقيقه ايه؟ انها ما بتحبكش. تصبحي على خير يا مدام. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير. ازيك النهارده؟ الحمد لله كويسة قوي. دادا، هو المفروض ألبس أسود لحد إمتى؟ والله يا بنتي الحزن في القلب مش في اللبس. طب والنبي يا دادا اطلبي الحاج عبده، وكمان قبل ما انسى عايزاك تلمي لي الصور اللي تحت كلها، ودول كمان، واربطيهم كويس، عايز اعمل لهم براويز جديده. يا رب وفق. سوري يا روحي، انا اسف اتاخرت عليك، بقى لي ساعه ادور على تاكس مش لاقي، وكل ما الاقي تاكس فاضي ما يوقفش، لحد ما ربنا اكرمني بعربيه نص نقل بتنقل ثلاجه. والله يستره،
هو اللي وافق يجيبني لحد هنا جوه التلاجة. بس وحياتك حاسبني على 3 جنيه في النقلة. وما بتجيبش عربية ليه يا حسين؟ كل ما حوش الفلوس واجيب تمن العربية الجمرك يزيد، تغلى العربيات اصرف الفلوس، ترخص العربيات تاني اجيب بوتاجاز. بقى عندي لغاية دلوقتي 30 بومب. طب اسمع، في واحد قريبنا تاجر عربيات، ممكن يديلك عربية بالتقسيط المريح، يعني اللي بتدفعه في التاكسيات حدد في اقساط للعربية. ما تشغليش بالك. الا قوليلي. ازيك؟ شايفة القمر يا سامية؟ قمر؟ عيب يا حبيبي، ده احنا بالنهار. مبروك. الله يبارك فيك. انا مش عارف شوف سيادتك فين قبل كده. في الأوبرج؟ لا، في محكمة جنح الجيزة. في قضية العربيات، العربيات الفيات اللي بعتوها لانها مرسيدس. سلام عليكم. ما كنتش عاوز اعيش لحد ما اشوف حد غيرك راكب عربيتك يا سي حسني. مدام كوثر، انا لا يمكن اسمع لحد من اللي بيشتغلوا معايا في المكتب ان يسلك مثل هذا السلوك، واذا اتضح انه عمل كده فعلا. انا متاكده من الكلام اللي قلته لحضرتك. يبقى لازم يقطع علاقته بالمكتب او يقطع علاقته بيها فورا. انا لا يمكن اسمح بان حدا. ادخل. سعادتك عاوزني؟ استاذ حسين. ايوه. انت عارف ان المحامي زي الطبيب بالظبط، وان اللي له قضيه زي المريض بالظبط، ولا يجوز عمل علاقة معاه من أي نوع. أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه؟ أستاذ حسين، أنت في علاقة بينك وبين مدام سامية؟ أيوة يا فندم. علاقة إيه؟ حب. ونوعه إيه الحب ده؟ من النوع العفيف يا فندم. صدقتني يا فندم؟ عرفت بقى إن أنا مش بكذب؟ أنا لا يمكن أسمح أبداً. سعادتك قريت البوستة بتاع النهاردة؟ أنا ساب لسعادتك الظرف وفيه الدعوة. أنا لا يمكن أسمح أبداً لحد يتدخل بين الأستاذ حسين وبين مراته. إيه؟ مدام كوثر، دعوتك معايا. تفضل. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك يا فندم. أنا نادر نادرها يعني أول ولد أجيبه هسميه اسمك يا فندم، عبد الرازق. طب ولو بنت؟ برضو عبد الرازق. يبقوا 15. ولا يهمك، اديني كمان ازازة اهو. فاصل يا ابراهيم، ده انت هتودي العريس والعروسة اسكندرية. ولا يهمك يا اخي، كمان ازازة وهتلاقيني زي الجن اخر حلاوة. يبقوا 20. ولا يهمك، ان شاء الله يبقوا 19. ألف مبروك يا بيه. أخي أنا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم تعالى. أستاذ حسين. أي. أنا آسفة جدا، أسأت الظن بيك. يا ستي حصل خير. ربنا يهنيكم ببعض. ميرسي.
على فين يا فندم؟ على البيت يا اسطى. الله، هو بيجري ليه؟ حد عمل له حاجه؟ مش عارفه، الزهر تقل في الشرب شويه. ورايا. نقضي الليله دي هنا ونسافر اسكندريه الصبح؟ لا، هنسافر الليله دي ونقعد لنا اسبوع ولا 10 ايام عشان يبقى عندنا فرصه نشتري عفش جديد. هتلاقي فيه الموبيليا كويسه اليومين دول، مفيش داعي للحساسيه دي. يا ستي ولا حساسيه ولا حاجه، على الاقل نغير اوضه النوم. امرك، بس نفوت على البيت الاول اغير هدوم. يبارك فيك. انا قلت حاجه غلط؟ الزهر عندها الضغط واطي. ايوه بس الضغط الواطي يخلي الواحد يبص برعب بعدين يغمى عليه؟ ده الزهر انه ضغط اسموزي. لا بصت برعب ولا حاجه، انت تهيألك هي بصتها كده. جايز. هننزل فين في اسكندريه؟ انا عارفه اوتيل ظريف جدا على البحر اللي تشوفيه يا روحي. لا 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 كده مش هشوف قدامي حاجة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بيه الف حمد لله على السلامه. ايه الغيبه الطويله دي؟ طويله؟ شوف ابن المجنون، انا عمري ما جيت هنا ابدا. يا سيدي ما تدقش العتب على النظر. نظر؟ طب هات الشنط يا تنح. حاضر يا بيه. اهلا وسهلا يا هاني. اهلا. اوكي، اهلا وسهلا يا بيه. اهلا بيه. على السلامه، بقالنا مده كبيره ما شفناكش. عبده مفتاح 501. عجل. شكرا. الف مبروك يا بيه. الله يبارك فيك. عقبالك. لو انا قاعد بس المأذون سفحلي. مع السلامه. ده أنا. أهلا. ده إيه الصدف السعيدة دي؟
انا مش مصدق عينيا. احنا مش لسه سايبينك في مصر في كايرو؟ ما هنش عليا اسيبكم في ليله زي دي لوحديكم. قلت اجي اطمن عليكم واشرب كاس شمبانيا في صحتكم عشان تعرفوا ان انا سعيده جدا بجوازكم. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا مدام؟ مش عايزين حاجه؟ لا ميرسي. لا 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 يا حسن مش كده. وبدخل معاك يا حسني. يلا حسني. انا اسمي حسين مش حسني. ما انا بدلعها. دلعيني باي اسم في الدنيا، اي اسم الا حسني. انت حساس قوي. حسين انا اسف. حصل خير يا روحي، مفيش حاجه. طب وده وقته قرايه؟ أنا متوتر شوية كده، معلش أنا هقرا شوية كده وبعدين هقوم أنام على طول. يعني مصمم تقرا؟ مش هغيب ساعة ساعتين ثلاثة وهقوم أنام على طول. ده؟ تصبح على خير. وأنت من أهل؟ يا حسني. مبارك يا عريس. مدام كوثر انا اسف، افتكرتك ساميه. امال فين العروسه؟ لسه نايمه يا مدام. حكايه مدام دي، احنا مش بقينا اصدقاء ولا ايه؟ بقينا. طب تسمح لي اعزمكم على عشاء الليله دي ولا وجودي يضايقك؟ اطلاقا، بس انا بفكر انام من غير عشاء الليله دي. يبقى اعزمكم على الغدا. بس انا بفكر انام من غير غدا الليله دي. يبقى على الفطار. لا 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 لا، خليها عشاء. ميرسي. عن اذنك سامية، زمانها صحيت. الفطور ولا غدا ولا عشاء؟ قد كده مش فاضيين.
ايه مسروق كده ليه؟ ها مالك في ايه؟ ايه الله لحظه واحده اجيب العربيه. الله كوسك ده ماله عصبي كده؟ حسني قصدك حسين؟ حضراتكم تبع منظمة ايه؟ اخرس. منظمة اخرس؟ اخرس. حاضر. على فكرة ان ابوك هيطلع على شونة، لا انا مهم ولا انا غني، انا مفيش ورايا غير المتاعب. تحب تموت ولا تخرس؟ ام اخرس. الظاهر العربية زرجنت معاه، يلا بينا نشوف. حسين حسين حسين. غريبة. الله امال هو راح فين؟ سلع ويرور. برنس شرف. اهلا يا برنس. بقول اهلا يا برنس. البيبي يقول اهلا يا برنس. ما ترد يا سيد برنس. حضرتك البرنس. اهلا سعادة البيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا. فكوه المجموعة الأولانية دخلوا السجن وولادهم اتيتموا. أنت اللي قتلت بابايا. أنا يا فندم؟ آه. وأنا أعرف أبو سعادتك؟ لا. أو حتى أنت؟ لا. أمال قتله إزاي؟ ما هو ده اللي مجنني. مش مكفيك إنك بلغت عنهم وسجنتهم ويتمت عيالهم يا حسني؟ حسني؟ وبعدين تشيع بين الناس إنك مت وتنشر ناحيك في الجرايد. كل ده عشان ما تدفعش ثمن البضاعة؟ كل ده عشان ربع مليون جنيه؟ ده انت مكسبك 200%، ولك عين تدخل اسكندرية تاني؟ سعادة البيه كل ده انا عملته؟ شوف يا حسني، انا هخليك تدفع فلوسي وهخليك تدفع فلوس الناس التانيين، وبعدين هقطعك حتت حتت بايدي. ما تتعبش بيا ابدا يا حسني. انا كان ممكن اخليهم يبلغوا عنك واخليهم يفتشوا كل العربيات اللي في الجمرك باللي فيها، بس انا بقى بعمل باصلي. انت فاكر ان انا ما اقدرش اجيبك لما تموت؟ ده انا اروح وراك جهنم اجيبك منها. والله العظيم يا حسني لربيك وزلك. واضح ان في خطأ ومش مقصود، لان يظهر ان المرحوم كان شبهي، او انا بالمصادفة شبهه جدا. شبهه؟ ايوه يا فندم انا شبهه. انت شبهه، وعربيتك شبه عربيته، ومراتك شبه مراته. شفت؟ وصحبة مراتك شبه صحبة مراته. جريس يا حسني انت بيت غبي ولا ايه بعد ما موت؟ هو ليه سعادة البي مصر على ان انا اسمي حسني؟ علشان انت حسني يا حسني. يا اخوانا حسني مات من 6 اشهر وانا اتجوزت مراته. انا بشتغل محامي واسمي الاستاذ حسين عبد القادر. محامي بس؟ ده انت اشتغلت محامي ودكتور وظابط وخواجه ومنوم مغناطيسي واخيرا
اشتغلت ميت. ده جنن. طب ارجع هطلع ايه؟ اخوانا استنوا بس ما تخافوش، هوري البطاقه وقسمت الجواز. اتفضل يا سعاده البي، ادي البطاقه وقسمت الجواز. بطاقه وقسمت الجواز؟ ده انت مزور لي 20 بطاقه و50 باسبور. ده انت جن مزور يا سي حسني. اسود. لا لا، دي جريمه وانا سكت لك من الصبح. قلت مزور سكت، قلت ما اعرفش ايه سكت، انما دي لا تغتفر. الباب فين يا حضرات؟ اقعد فين؟ اقعد. انت ناسي لما لبست مأذون وجوزتني البت زوبه وبرضه اديتها قسيمه زي دي؟ مستنيين ايه؟ اما البوليس يقبض علينا حسابنا نصفيه بعدين. اجري يلا يلا اجري. بتقول ايه؟ طبعا يا عم، ولا على بالك، ما انت ابن زوبه. فيك شبه كبير من امي يا لئيم انت. الساعة 2:30 ولسه ما جاش. تلاقيه هرب طبعا. هيروح فين يعني؟ تلاقيه هرب منك ومن افعالك. انت ما بتعرفيش تعاملي راجل ابدا. كان معاك راجل زي الورد، ما عرفتيش تحافظي عليه. مات من افعالك. والتاني هرب في اول يوم من شهر العسل. ارجوك يا كوثر بلاش الكلام. انت اللي بتحولي لحياتي الجحيم. طول عمرك كده نقرك من نقري. انت مالك ومالي؟ ايه اللي نازلك في الاوتيل وانت عارف ان احنا نازلين فيه؟ غلطانه عشان عايزه ابقى جنبك، عشان عايزه احميكي. تحميني من ايه؟ انا اللي عايزه حد يحميني منك. من فضلك سيبيني لوحدي، انا مش عايزه اشوفك. دي الوصيه اللي وصاها لك المرحوم قبل ما يموت، مش قال لك خلي بالك من كوثر؟ من فضلك تسيبيني لوحدي. حسين انت كنت فين وهوشتني عليك؟ مش عارفة. حسين سونسون. ايوة. انت بخير يا حياتي؟ ايوة. طب مش عايز حاجة؟ مش شاكك. هنزل مصر دلوقتي وفورا. شنطتك يا مدام. ما تيجوا عندي تاخدوا قهوة. صحيح أنا ساكنة في الدور الثالث شقة 6، أو الباب على إيدك اليمين، إنما في أسانسير. عن إذنك، تصبح على خير. وأنتوا برضو.
العربيه عربيته، والبيجامه لازم تكون بني لانه بيحب يلبس بيجامه بني. كولونيا من النوع اللي بيستعمله حتى شهر العسل في نفس الاوتيل اللي كنتوا بتنزلوا فيه، وانا شبهه يعني انا هو. انت جوزتيني ليه يا ست هاني؟ ها؟ لاني بحبك يا حسين. بتحبيني انا ولا هو؟ انت يا حسين، والله انت. انا مين؟ حسين ولا حسني؟ بتحبيه فيا ولا بتحبيني فيه؟ حسين يا حبيبي انت اعصابك تعبان. تعال تعال نام والصبح نتفاهم. يلا يا حبيبي يلا. انام فين؟ على سريره؟ كان انسان متدين شريف نزيه اخلاقه عاليه. جوزك كان مجرم، كان مجرم يا ست هانم، كان بيشتغل في المخدرات. انا كنت هتدبح الليله دي بسببه. حسين انا ما عنديش فكره عن الكلام اللي انت بتقوله ده. ثم ايه المشكله دلوقتي؟ انا اتجوزتك ليه؟ ايوه. وانت اتجوزتني ليه؟ لاني بحبك، كنت فاكرك بتحبيني. وعلشان بتحبني يا حسين اقف جنبي، انا ماليش حد في الدنيا دي غيرك انت. اقف جنبي يا حسين، اقف جنبي. فندم سعاده البيه، الشقه بتاعتي لسه فاضيه. سكنت يا حسين بيه؟ سكنت الحمد لله. يبقى لسه فاضيه. هات المفتاح. بقول لسعادتك جماعه من لبنان سكنوا فيها امبارح ودفعوا فيها 200 جنيه 200 جنيه في السنه؟ في الشهر يا فندم. شهر. سلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. 200 جنيه في الشهر، عين عليا. سلام عليكم. هاتك تلاقي اوضه فاضيه بسرير تحت امرك. مفتاح لنا 8. لا انا عايز اوضه تحت امرك. بطاله. للاسف البطاقه مش معايا. مش عارف مين ده. مين ده اللي باع لك العربيه من امتى؟ سنتين ونصب عليك. هو فعلا. السلام عليكم. بس حرق دقنه. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حياتك الاقي اوضه فاضيه عند سعادتك؟ لا والله ما كانش يتعز. قنبليه وانت عارف كل سنه وانت طيب. وده مصيف. مصيف؟ وحياتك اي حاجه انام فيها النهارده. ربنا يكرمك، انت راجل طيب وملناش بركه الا انت. استنى اما اشوف لك. عندي اوضتين جوه كانوا محجوزين لفوق سياحي. فوق سياحي؟ هديك واحده منهم. ربنا يكرمك عشان خاطرك. الله يخليك. معلش ده مشي نفسك كده. سلم ولا دكة؟ افندم سلم ولا دكة؟ دكة. اهو ده نايم دكة. انام اي حاجة بس زي بعضه. دكة. دكة؟ طيب كام؟ 12 قرش والدفع مقدما. دفع مقدما. اتفضل. 12 قرش. معاك بطاقة؟ لا. تبقى حديد شيلي. نبقوا 17 يا حلو. حظك. طب يا سيدي دكتي فين؟ دكتك اهي قدامك. قوم يا جمال. النوم بيجيب الفقر. يلزمش خدمة؟ حياتك يبقى صحيني 6:30 الا ربع. حاضر. ايه
حاضر حاضر حاضر. الله حسين، انا اسف لصحتك من النوم. لا معلش اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. ما سافرتش اسكندرية؟ سافرت. واتجوزت ولا لا؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ انت مش اتجوزت قدامنا وسافرت اسكندرية انت وعروستك عشان تقضوا شهر العسل؟ هو كده فعلا، الجواز تم شكلا بس ما تمش موضوعا. انا هشرح لحضرتك كل حاجة. طيب تحب اعمل لك شاي؟ واسقيه لامي. مش كفايه اللي هرب منكم؟ يا سلام يا معلم، صحتني من الحلم يا معلم، كنت خلاص هطبق في زماره رقبته لولا انك صحتني. الله، مكان قدامكم في العلم، هتقدروا تمسكوه في الحلم. الله، الحلم سيد الاخلاق يا معلم. الله، وايه اوامر السياده؟ هنراقب الفيلا بتاعته، ونراقب مراته، ونراقب صاحبتها، اكيد هنعرف نوصل له عن طريقهم. حسين حسين، حسين الى المركز الرئيسي حول. من ابو سريع السريع الى المركز الرئيسي حول. لا شيء، لا حركه. الفيلا غارقه في النوم. الفيلا غارقه في النوم وكان شيئا لم يكن. وبراءه الاطفال في عيني. حول. من ابو سريع السريع الى المركز الرئيسي احول. الفرع المؤقت اتلقى الاشاره، حول. قول له كمان يا معلم ان الكوانه في البياصه. الكوانه في البياصه، حول. يعني ايه دي الكوانة في البياصة؟ لا ده نظام ضرب عشان الطاسة تولع. بدأ الملل يتسرب إلى نفسي، أنا في منتهى الضيق. الله يهديك يا معلم. غير أنني سوف أؤدي واجبي وأستمر في المراقبة. انتهى، حول. يعني ايه دي الكلام ده؟ يعني بيقولك الجو مغيم. لا مغيم، مغيم يعني ايه؟ ما تترجم. يعني كله في الحشوب. اسمع، اما نروح اسكندرية بدي يودي حسابه، ومحدش معاه اعدادية غير ولا ايه؟ ما انت معلم اللي طلعتني من الحضانة غدر، كان زماني معايا نحو الامية دلوقتي. حاول. على ايدك اليمين. عن اذنك يا حسين. الله، هو سعادتك خارج؟ ايوه، عندي جلسة في محكمة الجنايات. طب والتهمة اللي انا فيها دي مش سعادتك تشوف لها حل؟ اولا انت تروح المكتب تسلم القضايا بتاعتها لحد من زملائك، ثانيا لازم نبلغ البوليس عشان يحميك، ثالثا تروح تقضي لك كام يوم كده في الارياف تهدي اعصابك، لانك ما يصحش تتخذ اي قرار وانت في الحاله دي. يعني ما طلعهاش؟ استنى شويه، ما فيش داعي تدخل في دوامه النفقه. هي انا بس لازم اطلع بطاقه فورا عشان اعرف اقعد في اي لوكاندا اي حته. خليك هنا لغايه ما ندبر لك حته. أنا مش عايز أتقل على حضرتك، أنت ذنبك إيه بس؟ ما تقولش الكلام ده، ده بيتك ومطرحك.
الو، مباحث العامة، اديني العميد عبد الحميد بدوي. أنا هبقى أتصل بيه تاني. مع السلامة. أستاذ حسين، ألف حمد لله على السلامة، مبروك. إذا أي حد اتصل بيا أنا مش هنا، أنت ما شفتنيش، ما تعرفنيش. ده المدام بتاعت سعادتك طلبتك دلوقتي وأنا قلت لها إنك أنت مش هنا. تحب دلوقتي أضرب لها تليفون أقول لها إنك أنت جيت وبتقول إنك مش هنا؟ ما تجيبليش سيرة المدام خالص، فاهم يعني إيه؟ أنتوا لحقتوا تخانقوا؟ وفي أول يوم في شهر عسل؟ طب ده أنا اللي اسمي أنا ما اتخانقتش الا ربع يوم. طب بلاش غلب، اجري اعمل لي فنجان قهوه ساده. اذا وصل الاستاذ عبد الرازق اديني الخبر. انا انام في لوكاندا سلم ولا دكه؟ من ابو سريع السريع الى المركز الرئيسي حول. من ابو سريع السريع الى المركز الرئيسي حول. ساميه خرجت بسرعه من الفيلا وانا هتبعها. مش مات برضو؟ اخلص. عدلتوله عينيه؟ ما سمعتش دونجل بيه قالك ايه؟ لا قالك اخرس. طب ما تقول يا اخي، ما تخرس انت. طب معلش حق. لا المجنون يقولك اخرس. معلش حقك عليا. يبقى هو يقولك اخرس انت تخرس. هو غلطان، هو غلطان حقك. مفيش حاجة اسمها غلطان، يخرس. حقك عليا انا. انا وانت تخرس. حساب التاكسي ده مش هدفعه. اهلا يا برنس. انت فين؟ ده انا دايخ عليك يا راجل. اتفضل اقعد. لا معلش عشان عندي شغل. هما دي سموه اقعد يعني برضو ما فيش مانع نقعد نكلم الحبايب. اهلا يا شباب. عشان تصدق ان انا اقدر اجيبك ولو كنت في جهنم. يا عفريت ولا عروس سجاره. ما يغركش شكله كده، انت هادي. خد احسن يموت خرمان، يبقى حرام علينا. شفت هو كده لما تلاقي قلبه اسود. اطمن.
دقايق وهتلاقي نفسك في جهنم بعون الله. عشان تعرف ان المعلم لا يضحك عليه ابدا، وقد سبق ان قلت لك مرارا وتكرارا ان هذا المعلم لا يضحك عليه ابدا. انت بتتكلم بالانجليزي ولا ايه؟ ما بتفهمش كلام. انا هفهمه، انا هفهمه. فهمه. المعلم رنجة سيخ الغابة. لا معاه حق. بس يا انت هتدفع فلوس ولا لا؟ والله العظيم يا معلم صدقني، يعني انا بقول الكلام ده وعارف نفسي من غير ما اروح جهنم ولا حاجه، الفلوس هتيجي اصلي ما دام فلوس اتاخدت. اسمع يا نتا، انت شكلك كده بيلف. انا اللي شكلي بيلف وعينك بترف وفاضل لي دقيقه واحده وعقلي يخف. اسمع بقولك ايه، انت المره اللي فاتت اتنقصت بصفاره البوليس، المره دي بقى هتتنقص بايه؟ مكانك رفع ايدك. ما كانش فيه داعي للتكنولوجيا يا معلم، صوتك كان مسموع من اسكندريه لاسوان. الم اقل لك ان هذه الاله مرارا وتكرارا سوف تؤدينا بدها يا معلم؟ يا اخي بلاش خوفت، انت اللي قتلت بابايا. استاذن انا يا حضرة الضابط. طب يا معلم تاخد سيجاره ولا تروح في داهيه؟ مفيش داعي. طب يا اولاد اشوفكم في المحكمه بقى. فرضوا عليك. استاذن انا علشان ربعينك. كنابي معروف انا غلبان. حسين حسين، عايزه ايه تاني؟ مش كفايه المصايب اللي جاتني من تحت راسكم؟ طب اركب بس، اركب الاول. اركب؟ انا لا يمكن اركب معاك ابدا. انا اصلي شفتهم هما بيخطفوك، وساميه شافتهم كمان. وهي فين بسلامتها؟ اتلبخت لما الاشاره قفلت عليها، تلاقيها تاهت عننا. اركب بقى، اركب بسرعه. انا كان مالي، ما كنت في حالي. جاية تطمن علي يا اختي؟ وحات امي لازم اوديه في داهية، لازم اسجنهولك، لازم اخليه على البلاط، لازم ارجعه شحات زي زمان. الحرامي النصاب تاجر المخدرات المهرب. يلا يلا يا فين قدامي، اركب تاني. تنقذك، حاولت اشرح لك هي ليه بتحبك، لكن انت سديت ودانك وطردتني وتصورت ان انا جاي اخطفك منها. حظي سيء. مش عايزك تكتئب كده، انت شاب وناجح واي واحده في الدنيا تتمناك، واللي انكسر ممكن يتصلح والزمن كفيل بانه يصلح كل حاجه. اتحسبت عليا جوازه عشان انسى الموضوع ده، عايز 20 سنه على الاقل. وممكن تنساها في 10 دقايق وتبتدي حياتك من جديد. مدام كوثر. كوثر بس. كوثر بس. المرحوم حسني الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغه. كنت تعرفيه كويس؟ ايوه. كنت تعرفي انه نصاب وحرامي؟ ومزور ومهرب وعضو في 3-4 عصابات. بس صدقني كان قلبه ابيض قوي وحنين. واضح. ما هي دي حاجه ودي حاجه. انما ساميه كانت تعرف عنه كده؟ لا. انت متصور انه كان بيحبها؟ عمره ما حبها، سره كله كان معايا انا وكان ناوي يسيبها، بس الموت سبقه. والفلوس اللي هي بتتمتع بيها دلوقتي كان ممكن واحدة تانية تتمتع بيها. واحدة تانية؟ مين؟ أي واحدة تانية. حسين، أنت ناوي ترجع لها تاني؟ مش عارف. مش عارف؟ حتى بعد ما تأكدت إنها مش بتحبك؟ مش هي دي المشكلة. المشكلة إني بحبها فعلاً. عن إذنك. بتحبها؟ أنت كمان؟ وأنا مش هعرف آخد منها حاجة؟ كل حاجة هي اللي بتاخدها مني؟ وأنا هعيش حياتي إمتى؟ بعد ما تموت؟ خلاص، هو ده الحل الوحيد، انها تموت. حسني عرفنا انا الاول،
لحد ما دخلت حياتي وخطفته مني. طول عمرها بتخطف مني كل حاجة. الموت بس هو اللي هيخلصني منها. فاهم يا حسين؟ فاهم؟ أنا مش هسيبك تروح لها. مش هسيبك تروح لها. كوثر أرجوكي. ايوه يا دادا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفطار لسه زي ما هو. ماليش نفس. وبعدين يا بنتي 10 ايام دلوقتي وانت ما بتخرجيش من اوضتك. اخرج اروح فين ولا اعمل ايه؟ تدوري على جوزك على الاقل. المفروض هو اللي يدور عليا. عايزيني اروح اترجاه استعطفه؟ هو انا ما عنديش كرامه؟ ما عنديش كبرياء؟ انت مش بتحبيه؟ ربنا هو اللي عالم. برضو جوزك عنده حق في حاجات كتير. لازم تهيئي له جو جديد. جو ما يفكروش بالمرحوم. يعني ابيع الفيلا؟ ابيع العفش؟ ايوه. ابتدي مع جوزك من جديد. ابعدي عن كل اللي كان بيربطك بالمرحوم. انا كمان قرفت من كل حاجه هنا. يا ترى مين؟ يا رب يكون هو. مدام موجوده؟ ده خبرك يا عودتي. اتفضلي يا فندم. يا ست ساميه، ايوه يا دادا، دقيقه واحده. اي خدمة؟ مدام سامي، احنا اسفين جدا لازعاجك في وقت غير مناسب. احنا معانا حكم من المحكمة بالحجز على الفيلا بكل محتوياته. جمارك؟ لا، ضرايب. زملاء المرحوم اجمعوا لاني كسب في الخمس سنين اللي فاتت 4 مليون جنيه من تجارة المخدرات. احنا قدرنا عليه ارباح 3.5 مليون جنيه. والاستاذ عبده زميله هيحجز لصالح الجمارك. بس انا لسه في قضايا بيني وبين الجمارك ما تحكمش فيها. دي قضية تانية يا مدام، غرامات وتزوير شاسيهات، واحنا حجزنا على حسابه في البنك. واحنا هنحجز على الفيلا بكامل محتوياتها. انت مسموح لحضرتك تاخدي شنطه هدومك وبس. اتفضل شوف شغلك. تضحك على دمعتي وتقول وانا مالي، وانت سبب شكوتي والقلب كان خالي. ليه يا طبيب الغرام ما تسيب دوا الحالي؟ دي نظرة كانت. حسين، حسين. سامي هانم. إيس. أنا سألت عليك في المكتب، قالوا لي إنك هنا، فجيت لك علشان. عايزة تعملي فيها إيه تاني؟ عايزه تعملي فيها ايه اكتر من اللي عملتيه؟ انا مقدره كل مشاعرك وعارفه مقدار الالم اللي سببتهولك، لكن ارجوك حاول تفهمني. محاوله ماضي عليها بالفشل. مفيش راجل فهم واحده ست قبل كده. على كل حال انا جيت علشان ارجع لك عربيتك. اتفضل. عربيتي؟ عربيتي اللي اشتريتها لي بفلوسك، او على الاصح بفلوس المرحوم جوزك. كتر خيرك يا هانم، انا رجعت لعربيه الحصاوي على قدي. الحمد لله، ادي احنا بقينا في الحوا سوا. الفيلا والعربيات والفلوس اللي في البنك اتحجز عليهم. عربيات النقل اللي في الجمارك اتصدرت. المرحوم اتضح انه كان هربان من 250 حكم. لو كان عايش دلوقتي كان زمان اجهزه الامن قبضت عليه. انا اصبحت على الحديده، وكل اللي حلت دلوقتي شنطه هدومي. هدومك؟ هدومك اللي اشتريها لك حسني. احنا هنرجع تاني للتجريح. لازم تعرف ان انا دلوقتي دفع عندك. سامي يا هانم، مش عاوزين نخدع بعض. لو رجعنا لبعض شبح حسني هيتعيسنا للابد. ده كلامك الاخير؟ ما عنديش كلام تاني. انا بقى عندي كلام تاني. حسني كان ارجل منك واشرف منك. على الاقل كان واضح قدام نفسه. هو صحيح طلع نصاب ومزور ومهرب، انما انت بقى اتضح انك نصاب ومزور
ومتنكر في هيئة محامي. انت حبيت فيا ايه؟ حبيت فيا ايه؟ ما تتكلم. طبعا فلوسي. مش هو ده هدفك اللي قعدت ترسم له لحد ما اتجوزتني؟ دلوقتي طبعا بقيت في نظرك مصلحش اكون زوجة. بعد ما لقيتني فجأة من غير ولا مليم. انا غلطانة اني لجأت لك. كان المفروض اروح للانسانة اللي وقفت جنبي تحميني. كلكم زي بعض، كلكم زي بعض. سامية، سامية يا سامية، اسمعي بس. حاسب حاسب يا اسطى، حاسب حاسب شوية. هدي. ايوه دقيقة واحدة. ارجع انت بقى وقول لامي هتأخر على الغدا. ورا العربية اللي قدامك دي يا اسطى. القرصين دول واشرب الليمون، اعصابك هتهدى وهتنام. ايه ده؟ هو الليمون مر كده ليه؟ ولا الزهر اللي بقت كل حاجه مره في بقي؟ اشربي. ميرسي يا كوثر. على ايه؟ بكره ربنا هيفرجها وتتجوز ست سيده. دماغي تقيلة قوي. نام يا حبيبتي، نام. قفلتلك الشبابيك عشان ترتاحي وتنامي على طول. Thank you.
تسيبنيش يا دكتور حسني. متشكر يا دكتور حسني. هي دلوقتي احسن، بس محتاجه لي شويه راحه. عن اذنك. السوداني واللب. اللب ايه؟ نفسي في لب يا روح قلبي. اللب مش ممكن ده، مش ممكن ده.